مطالب وآمال متعددة يعلقها المواطن المصري في أنحاء الجمهورية على الحكومة بتشكيلتها الجديدة. نستمع الآن إلى عدد منها من قلب الشارع المصري. أنا بأطالب بإيجاد وتدخل سريع من الحكومة ووزارة الصحة لتشغيل الوحدات الصحية وتدعمها بالمعدات والآلات الصحية لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين، ويكون فيها طوارئ، يكون فيها إسعافات أولية، وتخفيف الضغط على المستشفيات العامة في المدن سواء في طنطا في كفر الذات، ويكون في قيمة حقيقية. التعليم، عايزين نهتم شوية بالتعليم، لأن التعليم هي قطرة هي اللي بتنقل الدولة من مكان لمكان. عايزين الفترة الأخيرة اهتمام بالتعليم. الصحة حاجة مهمة جدا. طبعا انا بطلب بس من الحكومه الجديده انها تهتم الاول بقطاع الشباب والرياضه بحكم شغلي. عايزين بس طبعا من خلال تطوير الملاعب والانديه والكلام ده كله ان هم يطوروها، وبنعمل على رعايه الشباب. مواطن منياوي، يهمني خالص التوسع في البنيه التحتيه في مدينه المنيا ومحافظه المنيا عموما. زي ايه؟ زي الصرف الصحي. احنا بصراحه عايزين من الحكومه اللي هي توفر لنا فرص عمل، يعني احنا شباب جامعيين متخرجين مثلا لنا كام سنه ومشغلين يعني شغل عادي، مش لاقيين حتى الشغل بره. فاحنا عايزين بس الحكومه توفر لنا يعني فرص عمل على الاقل، حتى لو توفر لي فرص عمل يدويه يعني بعيدا عن الوظائف يعني عامه. عايزين احنا رقابه على الشركات، رقابه مثلا في الاسواق كلها. هو اهم حاجه التخطيط العلمي كما امر به السيد الرئيس، يعني كل وزاره يبقى عندها خطه وهدف تحققه، ده اهم حاجه، يعني اهم حاجه التخطيط العلمي. مطالب عاوز اهتمامهم ومساعدتهم بالزوال الاعاقه والمصابين والحوادث والمعاقين، ده المحتاجه من الدوله، ده اللي عاوزه من الدوله، يكونوا مهتمين ومساعدتهم وإعانتهم بالمصابين. عايزين يزودوا لنا المعاشات ويخففوا لنا الأسعار. إن شاء الله يكون الحكومة الجديدة عند حسن ظن الشعب إن شاء الله، وتشوف الشعب في تخفيض الأسعار والأخشاب والأسمنت والحديد. إحنا عندنا تطلعات كبيرة جدا وأمال معقودة على الحكومة الجديدة في توفير فرص استثمارية حقيقية وفرص عمل للشباب، وتوفير كل الطموحات اللي بيتمناها المواطن المصري. إحنا عايزين من الحكومة الجديدة إنها تراعي شوية مسألة الملفات الشائكة اللي موجودة حاليا في الشارع المصري، زي ملف ارتفاع الأسعار، الغلاء طبعا الفاحش اللي موجود حاليا مخلي الناس فعلا محتاجة حلول سريعة. الجمهورية الجديدة اللي نادى بها السيد الرئيس تتطلب من الحكومة. المواطن وقف جنب الحكومة كتير، وقف جنب الدولة وما زال ويستمر، لن يبخل على بلده بأنه يصبر على أي متاعب، ولكن احنا عايزين انطلاقة في القضاء على البطالة، انطلاقة في تعزيز الأمن الاجتماعي زي ما قلنا، في إقامة لمؤاخذة يعني تجمعات سكنية اجتماعية، تيسير فرص عمل للشباب من خلال إنشاء مصانع، وتعزيز الأمن القومي، لأن احنا بيحيط بنا طوق شديد الحساسية بيحيط بمصر، فنتمنى يعني ان احنا عيوننا تبقى على مصر، وندعو المواطنين في المساندة والمشاركة في هذا الاتجاه لان ده يهمنا جميعا. انا عايز احقق حاجتين. الحاجه الاولانيه فتح التراخيص عشان الشباب يشتغل والناس تشتغل، والشباب اللي عايز يتجوز يبني يسكن. اهم حاجه فتح التراخيص. ده المجال اللي انا بتكلم فيه، ده يخصني انا ويخص ناس كتير. انا هشتغل والناس هتبني، واللي عايز يتجوز ولده هيبني له، وانا اللي زي انا بتوع المباني والصب والبتاع هنشتغل.